السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأول أنا متأسف جدا جدا على الفترة اللي غبت فيها، فترة كبيرة أنا عارف، وعارف إن في ناس كتير جدا كانت طالبة مني حلقات سواء في الربح من الإنترنت أو صناعة الأفلام، وأنا بعتذر جدا إن ما قدرتش أعملها بسبب إن أنا كان عندي ضغط شوية الفترة اللي فاتت، وحاولت إن أنا أطور من نفسي وأعمل مكان جديد نتكلم فيه مع بعض، وأنا بعتذر جدا وأوعدكم إن الحلقات اللي جاية هتفيد أي حد صانع محتوى أو حد عايز يفهم يعني إيه الربح من الإنترنت، وحاجات كتير جدا هتبقى في الفترة اللي جاية، وهنستضيف ناس نتكلم معاها عن صناعة الأفلام وناس في كل المجالات، فأنا يعني أتمنى إن أنتوا متزعلوش مني. بس حبيت في أول حلقة أبدأ فيها في المكان الجديد أتكلم عن موضوع شاغل كل الناس. دايما أي حد تلاقيه بيتكلم عن أرباح اليوتيوب، وبتسمع في الموضوع ده بقى فاتي كتير جدا، ناس بتقولك ده بيكسب ملايين من اليوتيوب، وناس تقولك ده اليوتيوب بيعمل كذا واليوتيوب بيعمل كذا، وبتسمع يعني ممكن أكيد لو أنت مهتم بالمجال ده فانت سمعت اساطير عن الموضوع ده، ناس بتتكلم عن ربح اليوتيوب، وناس تقول لك ده تعرف ده بيكسب كام من اليوتيوب، ودي بتتحسب كذا، دول بيدوا على المليون كذا، كل الكلام ده خرافات. فانا حبيت ان انا في اول فيديو اوضح اصلا يعني ايه ربح من اليوتيوب، وشركه يوتيوب دي شركه العالميه، هل هي مثلا بتفرع على الناس فلوس زي ما الناس بتتكلم، او هي بتستفيد ايه وانت بتستفيد ايه، وازاي بتكسب وبتاخد فلوسك منين، كل ده هتعرفه في الحلقه دي بس بعد الانترو. الربح من اليوتيوب هي اكتر كلمة بتتسألني في فترة اللي فاتت، سألني في الموضوع ده اسئلة كتير جدا، ودايما الناس بتحب تفتي في موضوع الربح من اليوتيوب، وسمعت كلام كتير جدا، اسئلة ممكن مش بعرف ارد عليها بسبب ان الموضوع نفسه غريب شوية. يعني مثلا ممكن حد يجي يقول لي هو فلان بيكسب كام من اليوتيوب، طب ارباح اليوتيوب دي بتتحسب على المليون كام؟ فدي اسئلة لو حد فاهم شوية في موضوع الربح من اليوتيوب هيعرف ان هي اسئلة ما تتجاوبش، اسئلة صعبة جدا ان هي تتجاوب. وهل انا مثلا لو دخلت اليوتيوب ده هكسب على طول؟ طب بكسب بعد قد ايه؟ طب ايه اللي بيحصل؟ طب بستلم ارباحي ازاي؟ كل دي اسئلة اتسألتني في الفترة اللي فاتت، فحبيت ان انا اعمل فيديو واوضح الكلام ده كله، لان ده موضوع شاغل الناس كلها. بس انا هبدأ كلامي عكس كل الناس. اول حاجة هتعملها قبل ما تفكر تكسب من اليوتيوب، شوف الاول هو انت عندك محتوى ولا لا، لان احنا الفترة اللي فاتت شفنا ناس كتير جدا بتعمل حاجات غريبة على اليوتيوب، بتلاقي حماتي مش عارفة عملت ايه، وللاسف هو ده الترند اللي ماشي على اليوتيوب الفتره اللي فاتت، فيديوهات غريبه جدا بتلاقيها جابت كام الف وكام الف. اهم حاجه تصنع محتوى تكون انت راضي عنه، مش مهم بيجيب كام، ومش مهم تشوف، يعني الناس دايما بتخش على اليوتيوب بتشوف انه محتوى بيجيب اكتر، ما انت ممكن ما تكونش تفهم في المحتوى ده، ممكن مش هتقدمه كويس، ممكن مش هتقدمه بالصوره اللي ينفع يتقدم بيها. فكر الاول شوف هل المحتوى ده انا هقدر اقدمه ولا لا، ممكن المحتوى اللي انت بتقدر تقدمه يكون الفلوس بتاعته مش كتير، بس هتكون انت راضي عنه وانت راضي باللي انت بتقدمه، وده اهم حاجة. فدي اول خطوة هنتكلم فيها، وبعد كده هرد على الاسئلة اللي كلكم سألتوها لي. اول سؤال بيتسألني دايما، شركة يوتيوب اصلا بتكسب فلوسها منين، وهل هي مثلا بتوزع فلوس على صناع المحتوى، بتدي فلوس الناس دي بدون مقابل؟ طبعا لا، شركة يوتيوب بتكسب جدا من ورا صناع المحتوى، ببساطة هي الوسيط ما بين المعلن وصانع المحتوى والشخص اللي بيتفرج على الفيديوهات. بمعنى اصح بيجي المعلن، الشخص المعلن ده عنده شركة او عنده اي حاجة، بيجي يعمل لها اعلان، الاعلان ده بيدفع مقابل فلوس، الفلوس اللي بيدفعها دي بياخد منها جزء لصانع المحتوى وجزء لشركة يوتيوب، والشخص اللي بيتفرج على المحتوى نفسه هو اللي بيكسب الاثنين دول. فانت عندك محتوى مميز وعندك متابعين كتير، فبتحط عندك اعلانات، والاعلانات دي اللي الناس بتتفرج عليها وانت بتاخد عليها فلوس، الفلوس دي انت كصانع محتوى بتاخد منها جزء، وبتعتبر شريك في شركة يوتيوب، والشركة نفسها بتاخد منها جزء. فاحنا كده فهمنا شركة يوتيوب دي مش بتوزع فلوس على الناس ولا اي حاجة، وفهمنا هي بتكسب منين وبتكسبك كمان منين. السؤال التاني اللي بتسألني دايما والمهم جدا عند كل الناس تقريبا، هو اهم سؤال انت داخل عشان الفيديو، هو ارباح اليوتيوب بتتحسب ازاي؟ هل مثلا بتحسب على الفيو ولا على الكومنتات ولا على اللايكات ولا على الشير ولا على ايه بالظبط؟ وهل انا احسب ارباحي ازاي بالظبط؟ اولا اللي حابب اقوله لك، الارباح ما بتتحسبش على اي حاجة من اللي انا قلتها دي، والحسبة بتاعتها حسبة معقدة جدا، وما تقدرش تحسب لفلان بياخد كام او فلان بيكسب كام او الفيديو ده جاب له قد ايه بالظبط، الحسبة ما بتتحسبش كده. الحسبة بتتحسب، انا قلت لك في قبل كده ان الفيديو انت مش بتكسب على الفيديو، بتكسب على الاعلانات اللي بتحط على الفيديو، فالاعلان هو اللي بيكسبك، بس في يعني حاجات تانية تقدر تميز بيها. بمعنى اصح اللي اتفرج على الاعلان كامل غير اللي اتفرج على حتة من الاعلان وداس تخطي، واللي كمل الاعلان كله وداس على الصورة ودخل على الاعلان طبعا غير التاني، فكل حاجة وليها رقم معين. مثلا لو حد اتفرج على الاعلان حتة صغيرة فهيديك مبلغ قليل، لو كمل الاعلان كامل فهيديك مبلغ اعلى، لو دخل على الاعلان نفسه فهيديك مبلغ اعلى. فانا ما اقدرش احسب، ما اقدرش اقول لك مثلا ده بيكسب كام او الفيديو ده عطاله كام، انا اعرف منين اصلا ان الاعلان ده الشخص اللي اتفرج عليه
كملوا لاخره، فملهاش حسبه معينه، بتبقى حسبه تقديريه. زائد ان شركه يوتيوب اصلا بتفرق ما بين البلدان، يعني مثلا المشاهد الاجنبي هو اعلى مشاهد في الربح، يعني لو اتفرج عليك مثلا لو انت بتقدم محتوى بيتفرج عليه مشاهد اجنبي، فالمشاهد الاجنبي ده هيديك رقم اعلى، ولو مشاهد عربي من الدول العربيه اللي زي مثلا الامارات والسعوديه بيديك رقم اعلى من المشاهد المصري. فهي ليها حسبه كده يعني صعبه، ما اقدرش اقول لك مثلا ده بيكسب كام او الفيديو ده جاب كام، ما الفيديو ده ممكن يكون بيتفرج عليه اكتر من دوله، والفيديو ده ممكن يكون بيتفرج عليه اللي اتفرجوا على الاعلانات كام من الاعلان، شويه كملوا الاعلان لاخره وشويه اخدوا ربع الاعلان وشويه عملوا تخطي على طول. فهي حسبه محدش يقدر يحسبها لك، بس هي بتحسب حسبه تقديريه، بيقول لك مثلا من كذا لكذا، وطبعا بتبقى حسبه متفاوته جدا، يعني ممكن يقول لك من 50 ل 100، يعني النص بالنص، فما تقدرش تحدد ده كسب كام بالظبط. فاي حد يقول لك فلان بيكسب كذا من اليوتيوب ما تصدقوش، لازم فلان نفسه هو اللي يقول لك هو بيكسب كام. السؤال الثالث والمهم جدا عند كل الناس هو انا بسحب ارباحي من اليوتيوب ازاي؟ يعني مثلا انا خلاص وصلت ان انا بكسب من اليوتيوب، هسحب بقى ارباحي ازاي؟ في اكتر من طريقه واكتر من وسيله تقدر تسحب بيها ارباحك، بس اهمهم هي ويسترن يونيون. دايما اي يوتيوبر او المعظم او الاغلبيه بيسحبوا من ويسترن يونيون، طبعا شركه عالميه، والاهم من كده ان هي ليها فروع في كل حته. دايما هتلاقي على اول الشارع بتاعك ويسترن يونيون موجود في كل حته وفي كل دول العالم. هي في اي بلد تقدر تسحب ارباحك من 16 سنه، لكن في مصر من 18 سنه تقدر تسحب ارباحك بويسترن يونيون. ولو ما عندكش مثلا لو انت ما كملتش 18 سنه ممكن تحط اسم والدك والدتك وهم يروحوا يسحبوا الفلوس، فدي حاجه مش صعبه. يعني الطريقه الثانيه ممكن تسحب بفيزا عن طريق الحساب البنكي عادي، تحط الفيزا بتاعتك ويحول لك ارباحك على الحساب البنكي، لكن المعظم والاغلب بيسحب ارباحه بويسترن يونيون. السؤال الرابع واللي اتسالني الفتره اللي فاتت كتير جدا، امتى اكسب من اليوتيوب؟ يعني امتى يتوافق عليا واقدر اربح من اليوتيوب؟ شركه يوتيوب حطت شرط انت لازم توصل ل 4000 ساعه مشاهده و1000 مشترك. ممكن تحس رقم كبير شويه 4000 ساعه مشاهده و1000 مشترك، لكن ببساطه الرقم بسيط جدا لو عندك متابعين وعندك محتوى شيق بتقدمه هتوصل لهم بكل سهوله. بس الشرط بقى الثاني هو الشرط اللي لازم تخلي بالك منه، لازم تكون صاحب المحتوى الاصلي، يعني لازم يكون المحتوى حصري بتاعك انت، مش اخد محتوى من قناه مثلا ونشره عندك، هيتقفل قناتك ومش هتكسب اي حاجه من اليوتيوب. نصيحة لوجه الله، أهم حاجة قبل ما تفكر في أرباح اليوتيوب وتفكر في الفلوس اللي هتجيلك من اليوتيوب، فكر أنت تقدر تقدم إيه؟ إيه المحتوى اللي تقدر تقدمه وأنت فرحان ومبسوط وراضي عن نفسك؟ أهم حاجة تكون راضي عن نفسك وتكون مبسوط بالمحتوى اللي أنت بتقدمه عشان تقدر تطور منه وتعمل منه حاجة. لو بصيت للمحتوى الأول وركزت فيه هتوصل لحاجة كبيرة جدا، لكن لو بصيت للفلوس الأول هتلاقي نفسك بتروح لمحتوى أنت مش حابه بسبب إن هو بيكسب فلوس كتير. ما إحنا شفنا الفترة اللي فاتت حاجات يعني تافهه جدا وحاجات ملهاش لازمه بتبقى هي الترند بتاع اليوتيوب، واغاني وحاجات غريبه بتوصل لارقام وملايين، بس هل انت هتبقى راضي عن نفسك وانت بتقدم ده؟ لو هتبقى راضي عن نفسك قدم المحتوى بتاعك وطور من نفسك وباذن الله هتوصل لحاجه عاليه جدا. اكيد دي مش كل الاسئله اللي تخص موضوع الربح من اليوتيوب، دي اسئله اتسالتني الفتره اللي فاتت وانا حسيت ان هي تهم شريحه كبيره جدا من الناس فعملت عليها حلقه. لو عندك اي سؤال تاني يخص موضوع اليوتيوب او اي موضوع ليه علاقه بالربح من اليوتيوب او صناعه الافلام، هسيب لك اللينك بتاعي بتاع مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتي كلها في الديسكريبشن، خش اسالني في اي وقت هتلاقيني معاك. واي حد عنده اي استفسار عن اي حاجه انا هكون موجود معاك، وباذن الله الحلقات اللي جايه تعجبكم اكتر من الحلقه دي، وهعمل لكم مجموعه حلقات عن الربح من الانترنت والتصوير وازاي بصور حلقاتي وحاجات كتير جدا تهم شريحه كبيره جدا من الناس. اسف جدا مره تانية ان انا غبت عليكم فتره كبيره جدا، واتمنى الحلقه تعجبكم، ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.